بسم الله الرحمن الرحيم. اس بي ستوديو ترحب بيكم في درس جديد. النهارده الدرس بعنوان ازاي كيفيه لف جسم حوالين دايره او روتيت ان اوبجكت اراوند ا سيركل. علشان نلف شكل مثلا زي واحد من اللي موجودين هنا دول حوالين دايره، هنحتاج نفعل خاصية سناب تو guidelines و object، الاثنين يبقى عليهم check. تمام، اول حاجة هنرسم الدائرة بتاعتنا اللي احنا وبضغط على كنترول انا برسمها اهو. السايز لو بصينا كده هنلاقي الحجم بتاعها مظبوط، الاكس والواي قد بعض، وبعدين هاخد الشكل اللي انا عايز الف حوالين الدايره دي وهحطه على الحدود الخارجيه للدايره، وبعد كده هرجع للدايره مره تاني وهضغط على الكيبورد على البلس او الزائد عشان اعمل منها نسخه، وبعد كده بشيفت وهسحب النسخه التانيه دي لغايه الحدود الخارجيه للشكل اللي انا هلف حوالين الدايره، يبقى دي الخطوه التانيه. بعد كده الشكل ده خلاص انا مش عايزه، يعني هنا في وسط الدايرتين دول هطلعه بره كده، وبعد كده هعمل سيلكت للدايرتين مع بعض وهعمل لهم كومباين. كده احنا خلصنا اول خطوه. الخطوه الثانيه هضغط ضغطه هنا برضو كده في النص عشان اطلع السيركل بتاع او السنتر بتاع الدايرتين. هطلع للرولر وهسحب منها جايد لاين لغايه اما ينزل في الايه السنتر، يعدي على السنتر، وارجع مرة تاني للدايرتين وضغطة والضغطة التانية عشان يطلع السنتر، واجي للجايد لاين واروح جاي حاطه ايه في السنتر. كده يبقى الجايد لاين دول بيمروا بالسنتر بتاع الدايرتين. طيب الخطوة اللي بعد كده احنا ممكن نكبر لي شوية، نقطع شوية اهو كده مثلا، هعمل ايه؟ انا عايز يلف حوالين، يعني لازم يبقى في رقم منتظم بقى ما يبقاش عشوائي، يعني اللف حوالين دي 360 درجة، فعايزين مثلا يا اما تبقى يلف 45 30 اي رقم يقبل اسمع 360. تمام، هنختار الجايد لاين الاولاني ده اللي هو الفيرتيكال دوت الرئيسي، هضغط عليه ضغطة تاني عشان اشوف السنتر بتاعه فين اهو، هلاقي السنتر بتاعه مش نفس السنتر بتاع ايه الدايره، هسحب خط السنتر بتاعه لغايه اما اوصل للسنتر بتاع الدايره، يبقى انا كده الجايد لاين بتاعي دوت السنتر بتاعه هو السنتر بتاع الدايره. طب انا عملت ليه؟ لان انا هعمل منه نسختين، نسخه يمين ونسخه شمال بالقيمه اللي انا عايز اللف بتاعي، يعني مثلا انا هقول ان انا هلفها 45 درجه، يبقى انا عايز بعد التسعين، لو احنا بصينا كده هنلاقي الجايد لاين ده 90 درجة، هلف كده 22.5 وهلف كده 22.5. تمام، يبقى هضيف على التسعين واتنين وعشرين ونص هتبقى 112.5، اقول له انتر. طيب لو احنا بصينا، طبعا انا ما ضغطتش على البلس فهو راح محرك لي الجايد لاين الرئيسي، انا هعمل كنترول زد وارجع تاني وهضغط على البلس الاول، وبعد كده هقول له ادهولي كام، 112.5 ابلاي. هرجع الناحيه التانيه تاني على الجايد لاين الرئيسي دوت وهضغط برضو على بلس او زائد، والمره دي هنقص 22.5 هتبقى 67.5، وهقول له ايه ابلاي. تمام كده الشكل بتاعي اهو ما بقى ما بين الزاويتين اللي هم 45 درجه اللي هيلف بيها. طيب جميل قوي. الخطوه اللي بعد كده هطلع الشكل بتاعي ده بره دلوقتي مؤقتا، وهاخد القلم وهاجي على هنا ابتدي ارسم مثلث. انا كده بقى مثلث ارسم اهو، يطلع بره الايه الدايرتين. تمام، بعد كده انا قفلت المثلث ده وهو معايا، هعمل شيفت على الجزء اللي تحت والانترسكت ديت عشان وبعدين حرمي المثلث ده.
كده بقى عندي منطقة التقاطع ما بين الدايرتين، هاخدها بره كده. الخطوة اللي بعد كده هدخل على الانفلوب، هختار سيلكت للشكل اللي عايز الفه، وبعدين على القطارة دي بقول له انا عايزها تبقى بالشكل ده. هو اداله الشكل اللي احنا بتاع يعني الشكل ده، خد الجزء بتاع الدايره ده، هقول له ايه ابلاي، تمام. وبعدين هرجع هاخده احطه فين، هنا على الدايره دي، هعمل زوم بس عشان انا عايزه يبقى بالظبط ما بين الاثنين جايد لاين، تمام. ليه بقى بعمل كده وعايزه يبقى بالظبط؟ لان هما لما يجوا يلفوا عايزهم يبقى ايه، لحمين في بعض. يعني لو لقيت ان في فرق كده ممكن اروح جاي بعمل كده شوية او كده اهو عشان اظبط الكيرف بتاعي اهو، تمام. خلاص الخطوة اللي بعد كده ضغطة بقى على الشكل الجديد، هاخد السنتر بتاعه هنزل بيه على السنتر الرئيسي بتاع الدوائر، وهرجع على الروتيت من البوزيشن اللي هو ده، تمام، او من الترانسفورميشن. انا محتاج يلف 45 درجة وعايز 7 نسخ. ليه؟ لان هي نقسم 360 على 45 يبقى فيها 8، في منهم واحد يبقى 7، هقول له ابلاي، اوتوماتيك هو هيرسم لي بقيه الايه الشكل. هنقرب كده هنلاقي ان احنا رسمنا الشكل. طبعا انا مش هحتاج بعد كده للجايد لاين ده، هعمله بعد كده ديليت، هعمل لكل الجايد لاين اللي عندي ديليت ديليت. للسيرك نفسه اللي لفينا حوالينا مش محتاجها، هعمل لها ديليت اهو. وهنا برضو الجايد لاين دوت برضو مش محتاج اعمله ديليت، وده برضو مش محتاج ديليت. بعد كده هعمل كده كنترول جي، اعملهم جروب، هنصغر بقى. خلاص ممكن هعمل خلفية كده كحلي مثلا، شيفت ارجعها ورا او اوردر. باك اوف بيج نهاية الصفحة، ودوت هحوله كله اللون الابيض. هعمل زوم بس عشان يشوف كده اهو. وبكده اي شكل مستطيل او اي شكل عايزين نلف حوالين دايرة هنقدر نعمله بنفس الخطوات دي. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الدرس ده، ونتقابل ان شاء الله في دروس اخرى باذن الله تعالى. كان معاكم المهندس وائل طاهر.